بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن العنزي معكم موقع XQ55.net. قدم مقارنة ما بين جهازين وهما جالكسي نوت وجهاز X1 من HTC ومن سامسونج. سأبدأ بـ HTC. هذا الجهاز بمعالج 1.5 1.5 ثنائي النواة وبرام 1 جيج وبذاكرة داخلية 32 جيج وبشاشة 4.7 وكاميرا أمامية 2 ميجا بيكسل، كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED بتقنية عالية. يوجد دوك ستيشن منفذ وتواجد سماعة من الوسط. الجانب الأيمن يوجد زري الصوت، الجانب الأعلى يوجد زر الباور مع 3.5 منفذ الصوت الخارجي، والجانب الأيسر يوجد مايكرو USB، وهذا المايكرو USB يصلح ل HDMI out، ممكن أن تشغل شاشة HDMI. من أسفل لا يوجد غير الميكروفون. الجانب الأمامي يوجد 3 أزرار من الأسفل. الجهاز يأتي بآيس كريم من البداية. شاشة الجهاز يبدو أنها سوبر LCD وليست من الشاشات الخاصة بسامسونج. بالنسبة لجالكسي نوت، قد شرحت سابقا مواصفات جالكسي نوت ولكن سأكرر الآن. جالكسي نوت يأتي ببروسيسور 1.4 ثنائي النواة بذاكرة رام 1 جيج وبذاكرة داخلية 16 جيج، والجهازين طبعا امكانيه تركيب ذاكره خارجيه تصل ل 32 جيجا. هذا الجهاز غير محدد بانه يمكن تركيب ذاكره خارجيه، فعند النظر للجهاز لن تجد اي منفذ للذاكره الخارجيه نهائيا، فالذاكره الداخليه اصلا 32 جيجا، اذا لا يوجد ذاكره خارجيه بهذا الجهاز. عند النظر للجهاز ستجد بان الشاشه 5.3 انش وعرض ملحوظ للجهاز بالنسبه لاي جهاز اخر، اي ان هذا الجهاز اول شيء او أكثر شيء سيلفت نظرك فيه هو عرض الجهاز، لأن الجهاز عريض بواجهة عريضة. ستجد الجانب الأيسر زري الصوت، والجانب الأسفل يوجد مايكرو USB، أيضا TV out، ممكن أن تشغل TV out، تواجد قلم، والجانب الأيمن يوجد زر الباور، الجانب الأعلى يوجد منفذ للسماعة العادية، وتواجد حساس حركة، كاميرا أمامية 2 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل مع فلاش. تقنية الكاميرا في HTC X1 او 1X اعلى من التقنية، مع ان الجهازين 8 ميجا بيكسل ولكن التقنية هنا اعلى، الاوتو فوكس افضل، ال LED افضل، وشاشات انواع الكاميرا في HTC دائما تكون افضل من اي جهاز اخر، مع ان يعني سامسونج لا بأس به، ولكن انا اجد ان HTC افضل في التقاط الصور سواء الفيديو او ال HD او الامور الاخرى. الفيديو هنا يمكن تصوير فول اتش دي من خلال الكاميرا ولكن يعرض ب 720 اتش دي. اما هنا فالجهاز ايضا 720 اتش دي، شاشه سوبر اي ام او ال اي دي اتش دي، وممكن ان تصور فول اتش دي من خلال الكاميرا الخلفيه. وزن الجهاز هنا ثقيل الحقيقه، تقريبا 165 جرام على حسب تواجد كفر ذو غطاء او بدون كفر، على حسب. هذا الكفر يأتي مرفق مع الجهاز بشكل مجاني على حسب النسخة، طبعا هذه نسخة بريطانيا. الجهاز هنا بوزن 130 جرام. الحقيقة أن الـ HTC يميزها أناقة الجهاز، فستجد بأن الجهاز بشكل ممتاز من البداية، أي عند مقارنة الجهازين ببعض ستجد قوة التشطيب وستجد الوزن، عرض الجهاز، المسك باليد، HTC هنا أفضل. لازلت أجد أن Galaxy Note أفضل كجهاز ذو استخدام يومي أعلى، فالجهاز هنا ببطارية 2500 أما الجهاز هنا ببطارية 1800. طبعا كلما ازدادت قوة الشاشة ازداد صرف البطارية، فستجد أن قوة البطارية متقاربة، طبعا نوت أفضل ولكن متقاربة بسبب حجم الشاشة ونوع الشاشة. الشاشة هنا لا تعطي أي انعكاس بالشمس لأنها ذو بلاك أو خلفية سوداء 100%، أما الآن في هذا الجهاز ستجد بأنه عنده وجود شمس، صعب عليك رؤية الجهاز تحت إضاءة الشمس العالية أو تحت إضاءة أي أنوار عالية. أجد أن الجهاز بالـ HTC Sense الحديث سريع جدا وأداء الجهاز عالي، وقد جربت الجهاز بالستاند باي. أقوى شيء في البطارية في هذا الجهاز هي الستاند باي، وضع السبات، فيعطي مثلا يعني خلال 4 ساعات أو 5 ساعات قد يعني يقل قوة البطارية 1%، فهذا شيء يعني لصالح HTC وهي خطوة ممتازة منهم. هذا الجهاز الآن بروم رسمي بدون روت، بدون أي تعديلات، بدون اس اوف، فبطارية في الروم الرسمي ممتازة.
الى حد ما بطاريه النوت اقوى من الاس 2 او اقوى من الاكس 1 بمراحل طبعا، يعني اجد ان زياده ساعتان ونصف او ثلاث ساعات عن جهاز اتش تي سي عند مقارنه الجهازين ببعض لاستخدام يوم كامل الصلاحيه للنوت. طبعا بشكل عام اذا كنت تريد جهاز اكبر من جالكسي اس 2 وتريد جهاز ببروسيسور اعلى وباداء اعلى من جالكسي اس 2 وليس لديك اي مشكله بالواجهه، اي ان الواجهه في اجهزه سامسونج هي تاتش ويز، اما الواجهه في اجهزه اتش تي سي هي اتش تي سي سنس، وكثير من المستخدمين يكرهون الاتش تي سي سنس منهم انا، يعني لماذا لا يجعلون نسخ من اتش تي سي بدون اتش تي سي سنس؟ عموما يعني اذا نظرنا الى الجهاز نوت نجد بان النوت يقدم شاشه كبيره وبطاريه كبيره واداء ممتاز بالنسبه لنسخ جينجربريد. اذا نظرنا للاكس 1 او ال1 اكس نجد بان الجهاز انيق بحجم مناسب بطاريه مقبوله وباداء ايس كريم عالي. هذين الجهازين، هذه مقارنه سريعه ما بينهم تحت تجربه شخصيه من قبلي. للمزيد من المعلومات عن هذين الجهازين ولمزيد من المعلومات الرسميه بالربط مع موقعهم الرسمي تابع موقع xq55.net.